السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور السادس مع الباسيف سيركت إليمنت في الفريكونسي دومين، ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الثالث الخاص بالإمبيدنس والرياكتنس للباسيف سيركت إليمنت. إذن رأينا في المحاور السابقة علاقة الجهد بالتيار الكهربائي في التايم دومين، يعني باعتبار الزمن، لكل من المقاوم الاندكتر والكاباسيتر. وكذلك رأينا في الجزء السابق العلاقة نفس الشيء بين الجهد والتيار، بين الجهد والتيار لكل من المقاوم والاندكتر والكاباسيتر، لكن في الفريكونسي دومين، يعني الزمن قمنا بحذفه ولنمر الى الفريكونسي دومين، وقمنا بايجاد العلاقة بين الجهد والتيار لكل من المكونات الثلاثة. إذن هنا سوف نقوم بتعريف مصطلح اسمه الإمبيدنس. الإمبيدنس هو إذن العلاقة بين الجهد والتيار لكل من هؤلاء المكونات الثلاثة، يعني الزد هي قيمة الجهد في الفيزر على قيمة التيار الكهربائي، فنقوم بالقسمة هنا بين الـ V والـ I، فتكون الزد قيمة الإمبيدنس بالنسبة للمقاوم هي R، قيمة الإمبيدنس بالنسبة للإندكتر لو أقوم بالقسمة الـ V على الـ I لهذه المعادلة فتكون جي أوميجا L، ونفس الشيء أقوم بقسمة الفيزر فولتج على الفيزر كارنت أتحصل على قيمة أسميها إمبيدنس، هنا تساوي 1 على جي أوميجا سي، والوحدة للإمبيدنس هي الأوم. إذن إيجابية هذه العلاقة، إذن عندي إذن الفي لكل مكون من المكونات الثلاثة، وحط هنا وحدة الـ R والـ L والـ C، فتكون الـ V على الـ I ماذا تساوي؟ هي الـ Z وهي وحدتها الـ Ohm. إذن هذه الـ Impedance الـ Z هي بصفة عامة تتكون من حقيقة و تخيل. إذن بالنسبة للمقاوم عندنا هنا ثلاث أنواع من الإمبيدنس، عندنا زد آر يعني الإمبيدنس للريزيستر، عندي زد ال وعندي زد سي، وقلنا أن هذه الإمبيدنس تتكون من حقيقة وتخيل. بالنسبة للحقيقة، بالنسبة للريزيستر هذه الحقيقة هي R، لكن ليس عندي أي شيء في التخيل لهذا المقاوم فليس عندي أي قيمة. بالنسبة للإندكتر العكس، ليس لي في الإندكتر حقيقة، إنما عندي فقط قيمة هي جي أوميجا إل، هذه القيمة هي قيمة إذن هي تخيل فقط، فتكون إذن الزد هنا هي خيال فقط جي أوميجا إل، وسوف أعرف
هذا التخيل باسم الرياكتنس. يعني عندي حقيقة وتخيل، هذه قيمة التخيل سأسميها رياكتنس وسأرمز إليها ب X. نفس الشيء بالنسبة للكاباسيتر، في قيمة الزد سي هي كم؟ هي هذه القيمة قمنا بإيجادها. إذا هل عندي حقيقة؟ لا، عندي فقط قيمة تخيل للزد، للزد سي. قيمة هذه الزد سي هي سالب واحد على أوميجا سي. إذا هذه الزد الإمبيدنس، إذا نستطيع كتابتها إذا على هذه القيمة في الريكتانجلر فورم، فتكون حقيقة وتخيل. وقلنا أن هذه الزد فيها ثلاثة أنواع، زد آر، زد إل، وزد سي. بالنسبة للمقاوم الكهربائي زد آر هي آر والخيال هو صفر. بالنسبة للزد إل هي إذا الحقيقة هي صفر، إنما عندي قيمة للتخيل. ونفس الشيء زد سي، ما عندي حقيقة وإنما عندي فقط قيمة للتخيل، وسمينا هذه القيمة X وهي الرياكتنس. وهذه الإمبيدنس نستطيع كتابتها، بما أنه كومبلكس نمبر نستطيع كتابته في الريكتانجلر فورم، وكذلك نستطيع تحويله إلى البولار باستعمال هذه القوانين. وعكس الإمبيدنس أو مقلوب الإمبيدنس كما قمنا بإيجاده، إذا قلنا أن الإمبيدنس هذه الزد، عندنا ثلاث أنواع للإمبيدنس. الزد إذا هو لا ننسى هو قيمة الجهد الفيزر على الفيزر كارنت. عندي إذا زد آر، زد إل، وزد سي. بالنسبة للمقاوم الكهربائي الزد آر ماذا تساوي؟ هي آر، هي حقيقة فقط. بالنسبة للزد إل هي جي أوميجا إل. وبالنسبة للمكثف، قيمة الإمبيدنس بالنسبة للمكثف الكهربائي هي واحد على جي أوميجا سي. مقلوب الزد سنسميه، مقلوب الزد سنسميه أدميتنس، ووحدته السيمنز. يتكون كذلك، بما أنه الزد كومبلكس نمبر كذلك الأدميتنس تكون كومبلكس نمبر، حقيقته سنسميها كونديكتنس، والتخيل للأدميتنس سنسميه سسبتنس.